هنتكلم النهاردة عن تحليل السائل المنوي. يقوم فحص تحليل السائل المنوي بفحص كمية وجودة الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجل بواسطة أخذ عينة من المني وإرسالها إلى المختبر. لاستيضاح حالات العقم أو عند الأزواج الذين يجدون صعوبة بالحمل. الأمور التي يتم فحصها في فحص المني هي حجم العينة وزمن التميع وعدد الحيوانات المنوية. أيضاً مدى سلامة الحيوانات المنوية وشكل الحيوانات المنوية وحركتها. يتوجب على الرجال الامتناع عن ممارسة الجنس الذي ينتهي بالقذف لمدة 2 لـ5 أيام قبل فحص المني، وذلك من أجل ضمان استخلاص أكبر نتيجة ممكنة من العينة. حجم العينة يتراوح الحجم السليم من 2 لـ6 ملي لتر، قد يكون العقم ناتجاً عن صغر حجم العينة، والذي يمكن أن يكون نتيجة حدوث التهاب أو دوالي في الخصر. زمن التميع هو الزمن الذي يلزم لعينة السائل المنوي لتصبح أقل لزوجاً. الزمن السليم هو من 20 لـ30 دقيقة بعد إعطاء العينة. قد تؤدي الإصابة بعدوى في الخصية إلى إطالة زمن التميع. عدد الحيوانات المنوية يكون العدد سليماً في حال وجود أكثر من 40 مليون خلية منوية في العينة. يمكن لعدد الحيوانات المنوية المنخفض أن يشير إلى وجود مشكلة في الإنتاج. مثلاً عقب مشكلة هرمونية أو نتيجة لعدوى أو التهاب أو إصابة كيميائية في الخصية. ولا يعني العدد المنوي المنخفض عدم قدرة الرجل على الإنجاب، إنما يفسر الصعوبة في الإنجاب. يعد شكل الخلايا سليماً عندما تكون 70% من الخلايا على الأقل ذات شكل ومبنى سليم. بينما الحيوانات المنوية غير سليمة الشكل هي الخلايا التي تحتوي على رأسين مثلا، صوتين، أو صوت قصير، أو رأس مدور بدل أن يكون شكله بيضاويا. يصعب الشكل غير السليم من دخول الخلية المنوية إلى داخل البويضة. هنالك الكثير من المسببات للمشكلات الشكلية في الحيوانات المنوية. مثلاً عقب إصابة كيميائية للخلايا المنوية أو عدوى أو التهاب في الخصية. حركة الحيوانات المنوية تعد الحركة سليمة عندما تتحرك 60% على الأقل من الحيوانات المنوية بشكل سليم. مستوى الحموضة يكون سليماً عندما يكون من 7.2 لـ8، ويمكن للحموضة المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط أن تؤدي إلى موت الحيوانات المنوية أو التسبب بخلل في حركتها.
عدد خلايا الدم البيضاء يكون سليماً في حال عدم وجود خلايا دم بيضاء أو مسببات عدوى في العينة على الإطلاق. يشير ظهور خلايا دم بيضاء أو مسببات العدوى إلى وجود التهاب أو عدوى في الخصية.